كل اللي بيتفرج يقول لك ايه ده؟ ايه اللي هم عاملينه ده؟ ده اعجاز. من الدقيقة 15 بتلعب ناقص وانت كسبان وبتروح انفرادات وبتضيع وبتجاريهم في الجيم بطريقة مميزة جدا جدا. هم ما راحوش عليك يمكن طبعا مع تألق حمزة علاء اللي بقول له يا ابني انت، انا مش عايزك تزعل ولا ده، انت احسن حارس في افريقيا جايلك في سنك. انا عندي انا بس انا عندي ثلاث اسئلة النهاردة اسمهم يعني ايه؟ طيب احمد فوزي هاجي لهم. نرجع ونقول ان الفرقة، انا قلت لك قبل الهوا ان البطوله مش ان انت ترفع الكاس، البطوله ان انت في السن ده او في المرحله دي ان انت تولد اجيال تنفعك فيما بعد. صحيح. البطوله ان انت تطلع راضي عن قلبك وروحك ومجدعتك وقتالك الى اخر دقيقه. احنا من الدقيقه زيرو الى الدقيقه 120 بنقاتل، وعايز اقول لك لولا النقص العددي انا كنت اتوقع ان احنا نطلع كسبانين 3. ما الفرقه دي كسبت المغرب قبل كده مرتين على ارضها في المغرب في ماتشات وديه. الفرقه دي عملت اللي احنا ما كناش نتخيله وباقل الامكانيات، وهنا تحيه تقدير واجلال لمستر ميكالي على الطريقه والاداء والحفظ اللي اللعيبه حافظينه. غير من 4-3-3، اللعيبه بتلعب زي ما هي، غير 3-4-3 في بعض الاوقات بثلاث سردباكات بعرض الملعب، اللعيبه بتلعب زي ما هي، حاتم سكر يطلع ينزل مغربي، ينزل محمد اشرف زي ما هو، يا مغربي يلعب ينزل محمد طارق زي ما هم، يطلع ابراهيم عادل. يمكن التغييره الوحيده بس كان تعب ومات هي ابراهيم عادل امبارح. امبارح اللعيبه كلها تعبت امبارح. انا كنت حاسس بيهم والله يا احمد في الملعب. هقول حاجه، محمود جهاد بتاع فاركو الولد من كتر ما جري في واحده ماسكها قعد يرقص واحد واثنين وثلاثه واربعه، وبعدين طولت منه ما عرفش يعمل حاجه، راح وقع في الارض صعب عليا. ده الكلام ده كان في الدقيقه 88 87. في وقت من الاوقات في ناس بتصعب عليك في الملعب. انا بصراحه انا كان صعب عليا الاجهاد والقتال. كنت حاسس بيهم، كنت حاسس بالحاله اللي هم فيها، عايزين وبيطلعوا كل اللي عندهم بس يعني. وبعدين بالحاله دي قدام المغرب صحيح في مكان